لقطع حمولات الخاصة في الكراهية في الاستعمال التجاري. فالجامعة برمت عقود مع التجار اللي في المركز التجاري ومدة الكراء من فاتح يناير 2006 إلى غاية 31 جانفي 2023. ونظرا لصدور عدة قوانين جديدة بما فيها القانون 1959 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجامعة الفرعية، وكذلك القانون 1649 المتعلق بكراء العقار أو المحلات المخصصة للاستثمار التجاري أو الحرفي أو الصناعي، فالجامعة التقت إلى إعداد 11 ديال التحملات اللي غتبني عليه باش دير التجديد ديال دوك العقود اللي تبعهم هادوك اللي دوك التجار اللي كاين دابا اللي تيستغلوا هاد المستغلين. إذا عقدة الكراء تكون وفق الشروط والقوانين الجايه ديال العام الحالي. هادشي باش درنا في النقطة هادي. وشكرا سي الله. دابا من بين البنود اللي جلسنا في اتفاقية الدول هو أنه اللي بغى يكون المحل شي واحد تيعطي واحد 15000 درهم للجماعة، بينما المجلس السابق كان يحددها ب 80000 درهم. دابا تمشي تلقى واحد تيستغل تسير الحر مثلا عاطيه شي واحد تيستغل، ولكن فاش تجي تستخلص الكره تلقى السيد اللي عند الكونترا ما تلقاش كاع تتكتب عليه المغرب كاع ما تلقاش عند الكونترا. هذا هو ولينا درنا عاونا الناس التحملات ان هذو اللي يستغلوا دوك المحلات انه ممكن انهم يتنازلوا لهم هذوك اللي عندهم علاقه مع الجماعه اللي كاينين اصلا عند الجماعه ويوليو الكونترا سميتو. هذا هو شكرا السيد عبد بالنسبة لهذه النقطة ديال المحلات التجارية، أعتقد شخصيا هذا الشرط ديال التفويت ديال باش يعطي 15000 درهم نزيدوا ليه شرط آخر، النوعية ديال المشروع، لأن إذا كان واحد باغي يفوت ويدير لك مشروع ديال القهوة ولا يدير لك واحد المشروع اللي هو كبير وهذا وفي الأخر يعطي يكريب 200 درهم ولا 300 درهم ويعطي 15000 درهم، هذا ربح بالنسبة لي. إذا حتى النوعية ديال النشاط خاصها تحدد وخص يتمنعوا بعض الأنشطة، وما دمنا نتحدث عن المحلات التجارية والمحلات التجارية اللي هي الواجهة ديال الشارع، وتنعرفوا الحمد لله مع القيل والقال على التأهيل ديال الشارع أطمئنوا الساكنة ديال الأفلام على ان ما يقال وما يشاع على انه راه من بعد ما ينتهي العمل بالتاهيل غادي تغير الرؤيه. راه حنا من ضمن 24 جماعه راه في الدار ملي كتكون عندك دار وتيكون عندك فراش كتطمح باش تغير ذاك الفراش ودير فراش فوق. راه ماشي نجيو ناهلوا الشارع ديال افولان ونقولوا راه سجليش بجليش، لان هذه واجهه ديال البلاد، وحنا كمجلس راه ماشي دايرين على اساس الواجهه داك اللي تنقولوا نعكر فوق سميتو على اساس انه راه كاع الدواوير وكاع المجال، ومن حقنا ناهلوا الشارع وبعض الارقام كذا. راه حنا ما عارفين حتى حاجه الجهه وهذاك راه بعض الارقام كذا، وما دام ان المحلات التجاريه كانت كاينه في هذاك وناشد المحلات التجاريه مع حضور السلطه وسميتو باش حتى الواجهه ديال المحلات التجاريه تعطي واحد الرونق اللي هو يلائم التاهيل ديال الشارع. ذوك البيشار وداك الشيء خاص هذا الشيء كاع نراعي ليه واحد المجموعه ديال الاشياء، لان الحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي تنتقي، ولكن اقول لكم على ان فريق التغيير أخذ على عاتقه تأهيل الشارع على أحسن ما يرام، وأخذ على عاتقه جميع الدواوير لتأهيلها الاجتماع اللي كان عندنا، وما كنفرقوش ما بين دول المعارضة ودول الأغلبية، نحن نمثل الساكنة ديال أفولان، وإن شاء الله بفضل الترافع الإيجابي ديال الأعضاء راه أفولان ما غاديش
خصناش ننساو اي حي واي مشروع يبادر به المواطن ديال افولام والباب ديال الجامعه مفتوح، والرئيس يستقبل، اقولها لاول مره، يستقبل المواطنين خارج المكتب ويستقبلهم بالشارع ويطيروا على رجلي ويطيروا اسميتو كذلك الاعضاء. كل واحد الى ما بانش راه كيهز التليفون تيقول لك فلان راه ها شوف اشنو واقع هنا، فلان شوف اشنو واقع هنا، شوف. وتحيه للفريق الطيب وشكرا. اذا نبغوا نمشيو للتصويت اللي مع الاجماع الثاني ولا ناقص شي واحد؟ الاجماع الحاضرين. نمشيو للنقطه الرابعه. النقطه الخامسه وهي برمجه الفريق.